تحياتي للجميع، واسمحوا لي في البداية أن أعبر عن استيائي بالتأكيد من عدم المشاركة معكم في هذا المؤتمر المهم، وخصوصا أنه يعقد في قطاع غزة الحبيب بالنسبة لجميع الفلسطينيين. آمل في ظروف مختلفة أن نتمكن من المشاركة سواء في مؤتمرات تعقد في قطاع غزة أو أن تشاركونا أنتم أيضا في المؤتمرات التي تعقد في الضفة الغربية. إلى جانب ذلك، أود أن أعبر عن شكري لجميع الحضور أولا، وثانيا إلى كل الذين شاركوا في عقد وإنجاح مثل هذا الحدث الذي يتناول عنوان مهم جدا بالنسبة لطرفي أو لأطراف المعادلة إنجاز التعبير، أي الإعلاميين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى أركان قطاع العدالة في فلسطين. وبهذه المناسبة، لا أعتقد أن الوقت المتاح لمثل هذه المداخلة يمكن أن يمكن من تناول مجمل القضايا المتعلقة بالعنوان الذي طلب مني التحدث به، وهو موضوع مراجعة تجربة التغطية الإعلامية في الحالة الفلسطينية لقطاع العدالة. ولكني أعتقد في نفس الوقت أنه يمكن البناء على العديد من المداخلات والأوراق التي ستقدم خلال جلسات هذا المؤتمر، وكذلك البناء على مؤتمرات وأيام دراسية سبق أن نظمت وتناولت عناوين مشابهة لتلك التي يتناولها هذا المؤتمر، ومنها اليوم الدراسي الذي عقد في أريحة العام المنصرم، وتناول أيضا جوانب مهمة تتعلق بدور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على قطاع العدالة. هذا الموضوع في واقع الحال هو موضوع إشكالي، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الإعلام وما بين قطاع العدالة، بما في ذلك الأداء الذي يقدمه الإعلاميون الفلسطينيون ومؤسساتهم لمجمل الجوانب المتعلقة بقطاع العدالة بأركانه المختلفة. في البداية، عندما نتناول موضوع التغطية الإعلامية، لا يمكن أن نتجاهل أحد أهم العوامل التي تلعب دورا مهما في ذلك، وهو من ناحية الإعلام على الأقل مستوى تطور الإعلام الفلسطيني، ليس فقط بمعنى قدرات وإمكانات الإعلاميين الفلسطينيين، بل وكذلك مستوى تطور المؤسسات الإعلامية الفلسطينية نفسها. وأنا أزعم في هذا السياق بأن تشوها كبيرا رافق نشوء وتطور المؤسسات الإعلامية الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وألقى بظلال كثيفة حول قدرات الإعلاميين الفلسطينيين بالمعنى المهني في التغطيات بشكل عام وليس فقط في مجال قطاع العدالة. هذا التشوه له أسباب عديدة لن أدخل في مناقشتها الآن، ولكني أرى أنه يصعب الحديث عن وجود مؤسسة إعلامية فلسطينية في بالمعنى المهني، سواء تعلق الأمر بالإعلام العام أم الإعلام الخاص أم حتى الإعلام الحزبي السائد في فلسطين. وثمت العديد من الشواهد، وخصوصا منذ بدء مرحلة الانقسام الداخلي، التي تؤكد بأن هناك تشوها أصاب بنية هذه المؤسسة، ربما تكون أحد عناوينه غياب إدارات التحرير المركزية القادرة على ليس فقط إدارة المؤسسة الإعلامية، بل وتنمية هذه المؤسسة بما في ذلك تنمية قدرات الإعلاميين العاملين بها. ولذلك كنت دائما أزعم بأنه يصعب الحديث عن دور الإعلاميين الفلسطينيين، تنتابه وتشوبه الكثير من الثغرات بمعزل عن دور المؤسسة، بل وأذهب إلى أبعد من ذلك لأدعي أيضا بأن المشكلة دائما فيما يتعلق بأنماط التغطيات الإعلامية الفلسطينية تكمن أساسا في بنية المؤسسة الإعلامية أكثر من كونها تكمن في قدرات الإعلاميين الفلسطينيين، الذين أظهر العديد منهم قدرات جيدة ومتقدمة جدا عندما انتقلوا من العمل في مؤسسات إعلامية فلسطينية إلى مؤسسات إعلامية
عربية أو أجنبية، مما يشير إلى أن الصحفي والإعلامي الفلسطيني بشكل عام قادر على القيام بدوره إن توفرت له متطلبات العمل المهني الصائب والمتقدم في مؤسسات إعلامية تتوفر لديها بنية حقيقية في العمل الإعلامي. الجانب الآخر الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نتناول التغطيات الإعلامية وبشكل خاص فيما يتعلق بقطاع العدالة هو ملاحظة هذا النمو الهائل في أنماط العمل الإعلامي ودخول فئات جديدة إلى هذا المجال، جعلت من الضروري إعادة تعريف من هو الصحفي ومن هو الإعلامي بشكل عام، وخصوصا أشير هنا إلى تطور وسائط الإعلام المجتمعي بشكل كبير التي يشارك في نشر أخبار من خلالها ليس فقط صحفيون فلسطينيون بل وكذلك مواطنون عاديون باتوا قادرين على نشر آرائهم وأفكارهم وحتى على نشر أخبار وبشكل سريع، بمعنى الأخبار العاجلة من قبل مواطنين يعني عاديين عبر شبكات تويتر أو فيسبوك أو غير ذلك. فيما يتعلق بالإشكالات التي تعتري يعني التغطية الإعلامية في قطاع العدالة، ينبغي أيضا الإشارة هنا أولاً إلى ثغرات مهمة في أداء الإعلام الفلسطيني لها علاقة أيضاً بقطاع العدالة، وخصوصاً غياب القانون المنظم لعمل الإعلام الفلسطيني في ظل القصور الذي ينطوي عليه قانون المطبوعات والنشر الذي تجاوزه الزمن، إضافة إلى كونه يثير العديد من اللبس والإشكالات في تفسير بعض بنوده بالمعنى القانوني هنا، وليس يعني فقط بالمعنى المتعلق بحقوق ومهمات الإعلاميين الفلسطينيين ومؤسساتهم، وخاصة في بعض البنود التي تشير إلى إمكانية تعرض الإعلامي الفلسطيني للمساءلة والمحاسبة، وأيضا في بعض الحالات إلى الملاحقة والسجن على خلفية بعض الكتابات التي يعبر فيها الصحفي الفلسطيني عن رأيه، أو في أحيان عديدة ينقل معلومات محددة تصنف بأنها مخالفة وفق التعبيرات العامة الواردة في قانون المطبوعات والنشر بأنها تبتعد كثيرا عن المصلحة الوطنية وكذلك الأخلاق وغير ذلك من القضايا التي تخضع للأحكام المسبقة وفقا للخلفيات الفكرية للعديد من العاملين في قطاع العدالة سواء على مستوى النيابة أو على مستوى المحاكم. وهنا يعني لا أريد أن يعني أتوسع كثيرا، ولكن أعتقد بأن العاملين في قطاع العدالة يتحملوا قسطا من المسؤولية إلى جانب العاملين في الإعلام الفلسطيني من أجل تطوير هذا الإطار القانوني المنظم لعمل الإعلام الفلسطيني ومؤسساته. الجانب الآخر يتعلق بقضية يعني أخرى لا تقل أهمية من المعنى القانوني، وهي غياب قانون حق الحصول على المعلومات، مما يضفي إشكالية كبرى في عمل الإعلامي الفلسطيني بشأن مصادر المعلومات، وجزء كبير منها يتعلق بالمعلومات ذات العلاقة بعمل قطاع العدالة. وأعتقد أن بعض المداخلات في جلسات هذا المؤتمر ربما تتناول هذا الموضوع لسبب علاقته بالعناوين مثل دور الإعلام في المساءلة والشفافية والرقابة أيضا على أداء قطاع العدالة. النقطة الأخرى ذات العلاقة بإضعاف قدرة المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها على تقديم تغطية إعلامية لأداء قطاع العدالة بالشكل المناسب هو ضعف الثقافة القانونية لدى المؤسسة الإعلامية ولدى العاملين في هذه المؤسسة الإعلامية. وهنا عندما أتحدث عن العاملين أنا لا أقصد فقط المراسلين المكلفين من قبل مؤسساتهم بالعمل على تغطية الأخبار والنشاطات المتعلقة بقطاع العدالة، بل وكذلك المحررين ودائرة صنع القرار الإعلامي في المؤسسة الإعلامية. هنا من المفيد الإشارة إلى أبعاد مختلفة تتعلق بضعف الثقافة القانونية، ربما أهمها ما نلمسه في عمل الإعلاميين الفلسطينيين المتعلق بمدى قدرتهم على فهم
واستيعاب الحقوق المكفولة لهم بموجب القانون وبموجب عملهم المهني، وكذلك ما يتوجب على مؤسساتهم من واجبات إزاء المهني نفسه. وهذا الأمر نشهده كثيرا في ضعف الثقافة فيما يتعلق بالحقوق المختلفة كعقود العمل، على التغطيات بالنسبة للصحفي في مناطق الخطر وغير ذلك. لكن الجانب ذي العلاقة الأهم بموضوع هذا المؤتمر هو ضعف الثقافة القانونية لدى المؤسسات الإعلامية ومن يعملون فيها إزاء فهم دور وأنماط عمل قطاع العدالة الذي يتوزع على عدد من الأركان المهمة. نحن نتحدث هنا عن 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 قضايا تتم تغطيتها مطروحة في القضاء الفلسطيني، عن دور للمحاكم بأنواعها يعني المختلفة، عن دور للنيابة يعني العامة، عن عدم فهم صلاحيات واختصاصات كل من هذه الأجزاء التي تشكل قطاع العدالة. وفي مقابل أيضا ضعف لدى قطاع العدالة أو جزء كبير من العاملين فيه لدور الإعلامي الفلسطيني، مما خلق بعض الثغرات والإشكالات خلال الفترة الماضية. جانب منها يعني شاهدناه في ملاحقة أو اعتقال أو استدعاءات للتحقيق من قبل النيابة بشكل خاص سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية لعدد من الصحفيين الفلسطينيين بشأن قضايا تتعلق بالنشر أو التعبير عن الرأي أو ربما أحيانا نشر بعض المعلومات. وهذا هذه الثغرة لا يمكن الاستهانة بها. لماذا؟ لأنها جعلت العلاقة ما بين الطرفين أقرب إلى العلاقة علاقة الخصم بخصمه إنجاز التعبير. فالإعلامي الفلسطيني في بعض الأحيان ينظر إلى النيابة باعتبارها خصما له، وكذلك الحال لبعض العاملين في النيابة الفلسطينية. وأنا أعتقد أن توضيح الثقافة القانونية فيما يتعلق باختصاصات كل منهما والحقوق المكفولة بموجب القانون للطرفين أي الإعلام وقطاع العدالة بأركانه المختلفة من شأنها أن تحد من مثل هذه القضايا التي تلامس انتهاكات ترتكب بحق الإعلام الفلسطيني، كما أنها في المقابل تدفع الإعلامي الفلسطيني في بعض الأحيان لارتكاب أخطاء نابعة عن ضعف الثقافة القانونية. ارتباطا بهذه النقطة، ربما نشهد ضعفا في التغطيات الإعلامية ناجم أيضا في كثير من الأحيان عن عدم وجود جهد لا من المؤسسات العاملة في قطاع العدالة ولا من المؤسسات الإعلامية نفسها في توضيح الفروقات التي يتوجب على الإعلامي الفلسطيني أن يلحظها عند تناوله لقضايا تتعلق بالعدالة. ومنها على سبيل المثال الفارق ما بين التغطيات العلنية للمحاكمات العلنية لبعض القضايا وما بين سرية التحقيقات التي أيضا يكفلها القانون والأنظمة المتبعة لدى النيابة والأجهزة المختلفة في قطاع العدالة، وكذلك الحدود التي ينبغي عدم تجاوزها فيما يتعلق بالضوابط حول الحريات الشخصية لأشخاص لهم قضايا في المحاكم، أو بعض الضوابط فيما يتعلق بالحياة الأسرية وغير ذلك من قضايا توجد لها ضوابط محددة في القوانين والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة، ولكنها تبدو غير معروفة بالنسبة للإعلامي الفلسطيني، مما يجعله في بعض الأحيان يقع في المحظور فيما يتعلق بعدم القدرة على التفريق ما بين ما هو غير معلن وما هو معلن، أي ما هو يختص بعمل النيابة وما هو يختص بعمل القضاء والمحاكم إزاء القضايا المنظورة. لذلك برأيي أن هذه القضايا ربما شهدنا بعض التقدم في تناولها، ربما بعضه نابع بتقديري عن تطور قدرات الإعلاميين الفلسطينيين في التغطيات المتنوعة لأخبار وورشات عمل والمؤتمرات التي تعقد في إطار قطاع العدالة، وبعضها يتعلق أيضا بتطور الدور الإعلامي
في للعاملين في قطاع العدالة، وأعني بذلك تطور ما يسمى إعلام قطاع العدالة إنجاز التعبير، وخصوصا منذ تأسيس مركز المعلومات العدلية الذي يقوم بدور إيجابي إلى حد ما في 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 رام الله من خلال علاقته بوزارة العدل. لكن تبقى هناك ثغرات مهمة يجب أن تراعى في هذا السياق، بأن استمرار هذا النمط من العمل بما في ذلك أداء مركز المعلومات العدلية بالاستناد إلى توزيع الأخبار يسهم أيضا في بقاء دور الإعلام وفق حالة القصور التي نشهدها، أي التركيز على نمط التغطيات الإخبارية ومتابعة ورشات العمل دون الانتقال إلى أنماط من التغطية الإعلامية التي تحاول الاشتباك مع القضايا الأساسية المطروحة على جدول أعمال قطاع العدالة في فلسطين، سواء فيما يتعلق بالإصلاح قطاع العدالة، تطويره، نموه، فيما يتعلق بدور المحاكم، القضاء، النيابة العامة وغير ذلك الكثير، وهي قضايا لا يمكن تناولها عبر التغطيات الإخبارية المعهودة والنمطية في الإعلام الفلسطيني المرئي والمسموع والمكتوب، بل تتطلب الانتقال إلى نمط جديد من التحقيقات التي تدعم قطاع العدالة، وفي تناول قضايا أيضا منظورة أو يمكن أن تنظر في قطاع العدالة، إضافة إلى قضايا، وأعني بذلك قضايا عديدة مثل قضايا الفساد وغيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك تعزيز قدرة ودور الإعلام الفلسطيني في مجال المساءلة والشفافية والرقابة على قطاع العدالة. بهذا المعنى يمكن أن نلحظ مدى تشابك العلاقة ما بين الطرفين، أي الإعلام وقطاع العدالة، ويمكن أن نستنتج أكثر من ذلك بأن هذه العلاقة ينبغي أن تكون علاقة تكاملية وليست علاقة خصومة ما بين الطرفين، يؤدي كل منها إلى تطوير الطرف الآخر، بمعنى أن تطور قدرات المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الفلسطينيين في مجال التغطية الإعلامية وتناول قضايا قطاع العدالة والرقابة عليه من شأنها أن تلعب دورا في تطوير قطاع العدالة، والعكس صحيح، يعني تطور الإعلام قطاع العدالة ولعبه دورا أساسيا في توسيع نطاق الثقافة القانونية لدى الإعلاميين وغيرها من الفئات في المجتمع الفلسطيني من شأنه أن يلعب دورا في تطوير دور الإعلام الفلسطيني وانتقاله من نمط التغطية الإعلامية إلى نمط الدخول والاشتباك في القضايا الأساسية المطروحة في المجتمع الفلسطيني ونقلها إلى مستوى القضاء الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق ببعض قضايا الفساد، وكذلك تطوير دور الإعلام في الرقابة على قطاع العدالة وبأركانه المختلفة. قضية أخيرة أريد أن أشير إليها حتى لا أطيل أكثر من ذلك، هي بعض الإشكاليات التي يواجهها الإعلاميون الفلسطينيون عند تناول قضايا تتعلق بالعدالة في إطار مؤسساتهم، وجزء منها ينتمي بهذا القدر أو ذاك إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الإعلامي الفلسطيني على نفسه، أو تلك التي تمارسها المؤسسة الإعلامية على العاملين لديها وخصوصا المراسلين، وتلعب وتؤثر على قدرات المحررين وتحولهم إلى أطراف في الرقابة على عمل المراسلين بشكل خاص، ويمكن أن نسوق على ذلك أمثلة عديدة تبين طغيان إما النظرة الاجتماعية والأيديولوجيات الفكرية المختلفة في خلفيات العاملين في الإعلام، أو أنها تؤدي إلى طغيان السياسي والاعتبارات المختلفة على ذلك، ومنها تناول قضايا قتل النساء على خلفية ما يسمى شرف العائلة، منها قضايا التحرش في الأطفال وقضايا عديدة أخرى. هنا يتحمل الإعلام الفلسطيني مسؤولية كبيرة عن الخلل القائم في أنماط التغطية لهذه المسائل، لأن هناك انشداد غالبا
إلى اعتبار هذه القضايا تابوهات لا يمكن الاقتراب منها في ظل الاشتباك القائم في الكفاح الوطني ضد الاحتلال، وبالتالي يتم تغليب الجوانب السياسية على الجوانب المطلوبة لعمل الإعلام. وارتباطا بذلك نحن بحاجة إلى تطوير ثقافة الحماية، ليس فقط للعاملين في الإعلام بل الحماية للفئات الأكثر تضررا في المجتمع الفلسطيني. هنا لا ينبغي أن يتوقف الدور على المؤسسة الإعلامية، وأعني بذلك أنه عندما تنشر قضايا تتعلق بالقضايا الجرائم الشرف أو غيرها يمكن للإعلام الفلسطيني أن يستند إلى نشر ثقافة اللجوء إلى المؤسسات ذات العلاقة بتوفير الحماية للضحايا الذين يتم تناول قضاياهم، سواء كانوا نساء أو كانوا أطفال. وهذا الأمر يعني أنه بالتلازم مع تناول هذه القضايا التي لا ينبغي الخوف منها، ينبغي أيضا أن تكون هناك إرشادات واضحة للجمهور المتلقي للمادة الإعلامية حول كيفية التصرف عند التعرض لانتهاكات محددة. وهنا يمكن لقطاع العدالة أن يلعب دورا مهما في تطوير بعض المانيوالز أو الإرشادات إنجاز التعبير التي تكون معروفة والتي تنشر مع القضايا التي تعتبر تابوهات أو يخشى المجتمع من تناولها فلسطينيا. أخيرا لابد من تعزيز العلاقة ما بين الطرفين، أي الإعلام الفلسطيني وقطاع العدالة، بالبناء على ما تحقق حتى الآن من بعض الإنجازات المهمة، وخصوصا من مؤسسات عملت في هذا الجانب إضافة إلى أركان قطاع العدالة، مثل ائتلاف أمان، مثل مركز أمين الذي لعب دورا مهما في هذا المجال، ومثل ما يقوم به مركز المعلومات العدلية. تطوير هذا التعاون المشترك من شأنه أن يدفع باتجاه أيضا تطوير الأدلة للصحفيين الإعلاميين تتعلق بالمصطلحات الواجب استخدامها عند تناول قضايا قطاع العدالة، وكذلك تطوير ثقافة قانونية لدى العاملين في الإعلام، إضافة إلى تطوير محتوى الدورات التدريبية التي تعقد ليس فقط للمراسلين الإعلاميين بل وكذلك للعاملين في المؤسسات الإعلامية، وأعني بذلك محررين وكذلك مشاركين في صنع السياسات الإعلامية. أعتقد أنني أطلت أكثر مما ينبغي في هذه المداخلة، ولكن يعني أختتم هذه المداخلة بتوجيه الشكر مرة أخرى لإتاحة الفرصة لي للإطلالة على هذا المؤتمر، وإن كان من خلال هذا التسجيل المصور، وأتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات واضحة ومحددة تطور العلاقة في مجال المساءلة والرقابة والشفافية، وكذلك في مجال دور المؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى دور المؤسسات الإعلامية، وأن يلعب قطاع العدالة بنفسه أيضا دورا في تعزيز قدرات الإعلاميين الفلسطينيين، وقبل كل ذلك في توفير الحماية للإعلاميين وهم يتناولون مجمل القضايا وبضمنها قضايا قطاع العدالة عبر آليات مختلفة، أهمها ربما يكون تعزيز الإطار القانوني المنظم لعمل الإعلام والكفيل بإشاعة الحريات العامة وبضمنها حرية الرأي والتعبير. شكرا لكم، وآمل في المرة القادمة أن نكون معكم في قطاع غزة.